يقوم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد شكرا 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 أحبائي عمو يزيد جد سعيد لراكم معاه اليوم هنا في هذه الحصة الجميلة وانتم يا أحبائي لكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا معنا كما أصدقائنا اللي راهم هنا ما عليكم إلى توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بهذا الطريق إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك إذن أحبائي لما تسجلوا شوية على الصبر وراح نكلمكم كامل عبر الهاتف ولا عبر البريد الإلكتروني في بداية كل حصة نستقبلوا ساعي البريد اللي جبنا البريد ديالكم اللي رسلتونا وكتبتونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات إذن استقبلوا معايا سهيب تفضل تفضل سهيب ساعي البريد تحية سهيب تحية مساء الخير يا أطفال مساء الخير مرحبا بك صاحبي مرحبا بك واش راك وليدي لاباس لاباس واش جبت لنا اليوم البريد البريد اذا ضعه في علبه البريد باش من بعد راح نقراوه لاصدقائنا اللي راهم يشوفوا فينا وليكم كذلك انتم ما الى حبيتوا ترسلونا ما عليكم الا تمشوا الموقع الانترنت عمويزيد.com احبائي في هذه الفتره مع السلامه يا اطفال شكرا 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 سهيب في هذه الفتره يوم 24 يناير كاين اليوم العالمي للرياضة النسوية العالم كله يشجع البنات والنساء أنهم يديروا الرياضة من حقهم أنهم يمارسوا الرياضة كرجال يعني كاين يوم عالمي دايرينه هو يوم 24 يناير لتشجيع البنات والنساء باش يديروا الرياضة ديروا الرياضة يا بنات لازم تديروا الرياضة حبيت نتكلم معكم شوية واسمك بنتي؟ أنفال أنفال وين تسكني أنفال؟ باب الواد في باب الواد الله يبارك الله يبارك واسمك وليدي؟ عبد الجليل بيرور وين تسكن عبد الجليل؟ في تجلابين في تجلابين خيار الناس واسمك وليدي؟ حمزة نسيب حمزة وين تسكن حمزة؟ واد سوف في واد سوف جيتوا من واد سوف أه. مدينة ألف قبة وقبة أه. الله يبارك تسلمنا عليهم كامل لا؟ إن شاء الله الله يبارك وانت يا العروسة؟ واسمك بنتي؟ ريتاج ريتاج حال في عمرك ريتاج؟ ربع. أربع أيام؟ أربع شهر؟ أربع سنين؟ الله يبارك، وين تسكن ريتاج؟ في دارنا في دارنا؟ وين تسكن ريتاج؟ في برج الراح تسكن في برج الراح، في داركم في برج الراح الله يبارك، الله يبارك واسمك وليدي؟ أنس وين تسكن أنس؟ بوسماعيل في بوسماعيل، خيار الناس، خيار الناس، خيار الناس وانت يا بنتي العروسة؟ واسمك؟ ميجيمي أسيل أسيل وين تسكني أسيل؟ في بليدة في بليدة خيار الناس وانت ولدي واسمك؟ أيوب أيوب وين تسكن أيوب؟ في بليدة بليدة آه تعرف أختك هذه الله يبارك الله يبارك وانت ولدي واسمك؟ بن حفيد سيف الدين سيف الدين وين تسكن سيف الدين؟ بجرح في بجرح خيار الناس خيار الناس خيار الناس أحبائي عمو يزيد يحب كامل الولايات ويحبكم كامل وانت يا العروسه راك لابسه هذا التاج هذا واسمك بنتي هانيه هانيه وين تسكني هانيه باب الواد في باب الواد خيار الناس خيار الناس احبائي عمو يزيد يحبكم كامل ويحب كامل القطر الوطني ومدبيه كامل الاطفال اللي جاوا يحضروا معنا في هذه الحصه الجميله تحبوا الالغاز وتحبوا الهدايا كذلك على بالي لغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي نراه في الدقيقة مرتين ولا نراه في القرن إلا مرة واحدة على بالي بالشاطرين فكروا لغاية نهاية الحصة انتم وأصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا بالإجابة عن اللغز بالطريقة التالية
إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن أحبائي، ما هو الشيء الذي نراه في الدقيقة مرتين ولا نراه في القرن إلا مرة واحدة؟ فكروا لغاية نهاية الحصان تمو أصدقائنا لم يشوفوا فينا، وإحنا دركا نروحوا مع ياسمين نكتشفوا شخصية الإدريسي. تفضلي تفضلي ياسمين. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نعرفكم عن شخصية الإدريسي. أبو عبد الله محمد الإدريسي القرطبي هو عالم وكاتب وجغرافي ورسام خرائط عربي مسلم. بالإضافة لشهرته في رسم الخرائط في العصور الوسطى، كتب الإدريسي في التاريخ والأدب والشعر والنبات، ودرس الفلسفة والطب والنجوم والجغرافيا والشعر في قرطبة. ثم بدأ رحلته إلى إسبانيا والبرتغال، ثم زار إفريقيا وآسيا الصغرى. استخدمت مصوراته وخرائطه في سائر كشوف عصر النهضة الأوروبية، حيث لجأ إلى تهديد اتجاهات الأنهار والمرتفعات والبحيرات، وضمنها أيضا معلومات عن المدن الرئيسية بالإضافة إلى حدود الدول. ولد في مدينة سبتة في المغرب الأقصى عام 1100 ميلادي، ومات عام 1166 ميلادي. تعلم في البيلق وطاف البلاد، فصار الحجاز وتهامة ومصر، وصل سواحل فرنسا وإنجلترا. سافر إلى القسنطينية وسواحل آسيا الصغرى. اشتهر الشريف الإدريسي بولعه بالبحار وحركتها، وقد كان ميناء سبتة في عهده يعرف حركة تجارية كبيرة، وسرعان ما تحولت رغبته إلى حقيقة عندما رحل لمتابعة تحصيله العلمي في قرطبة. فترسخ لديه ميوله إلى العلوم الطبيعية، خصوصا علمي الجغرافيا والنبات. ويعتبر الشريف الإدريسي أحد كبار الجغرافيين في التاريخ الإنساني، كما كان له اهتمام بالتاريخ والأدب وعلم النبات والطب والفلك. شكرا 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 شكرا. إذن الإدريسي عالم عربي مسلم جليل. احنا نعتز بكل علمائنا، علماء أمتنا، اللي بفضلهم العالم راهو الآن يعيش في كل هذه الاكتشافات هذه أدت إلى أن العالم يعيش أحسن. أحبائي، الطفل والإنسان لما يكون يقرأ ولا عنده دائما أحلام. عمو يزيد دار أغنية نقول فيها أحلامي أكثر أكثر وطموحي أكبر أكبر. راح نغني لكم أغنية فيها طموحاتكم. ماذا بيا قبل ما نغنيها نسقسيكم كل واحد فيكم يقول لي كي يكبر وش هو حب يرجع. العروسة هذه واسمك بنتي؟ هاجر. وين تسكني هاجر؟ بجرح. واش راك حابه تولي كي تكبر؟ طبيبة. الله يبارك. وانت بنتي واسمك؟ دانيا. واش راك حابه تولي كي تكبري بنتي؟ حبيت نولي طبيبة. طبيبة كذلك. وانت وليدي واسمك؟ عبد المومن. واش راك حاب تولي؟ مهندس. برافو برافو برافو. انت يلا بغيتي قلنا واسمك؟ صابر. وين تسكن صابر؟ في تبسة. في تبسة. خير ناس وليدي. واش راك حاب تولي كي تكبر؟ ممثل فنان يعني. ها. الله يبارك حاب يولي فنان. وانت وليدي واسمك؟ عبد الجليل بيرور. وين تسكن؟ سكن في تجلابين. تجلابين. قلنا واش راك حاب تولي كي تكبر؟ غنولي نخدم الإعلام الآلي. الإعلام الآلي يعني مهندس وكامل. نروحوا منا شوية أصدقائنا هادو ما هدرناش معاهم. بنتي واسمك؟ لينا. واش راك حابة تولي كي تكبري بنتي؟ طبيبة. وين تسكني؟ دراريا. في دراريا. الله يبارك. وانت وليدي واسمك؟ حمزة. وين تسكن حمزة؟ بيلكور. في بيلكور. واش راك حابة تولي كي تكبر؟ بومبي. رجل إطفاء. برافو برافو برافو. يلا نشوفوا صديقنا هذا قبل ما نبداو الاغنيه. واسمك وليدي؟ عبد الودود. وين تسكن عبد الودود؟ في براق. واش راك حاب تولي كي تكبر؟ شرطي. برافو برافو برافو. احبائي كل هذه الطموحات وهذه الاحلام غناها عمو يزيد في اغنيه احلامي اكثر اكثر
وطموحي أكبر أكبر. يلا تغنوا هكمل معي. أحلامي أكثر أكثر وطموحي أكبر أكبر، يا ربي ساعدني أوصل في يوم لما أكبر. أحلامي أكثر أكثر وطموحي أكبر أكبر، يا ربي ساعدني أوصل في يوم لما أكبر. فمعلم لي طلابا وصغارا ما أحلاهم، أخلاقا وآدابا معلم لي طلابا وصغارا ما أحلاهم، أخلاقا وآدابا وعلوما أدرسهم. أحلامي أكثر أكثر وطموحي أكبر أكبر، يا ربي ساعدني أوصل في يوم لما أكبر. حلمي أغدو بناء، هذه مهنتي أتقنها، أبني بيتا وعمارا أغدو بناء، هذه مهنتي أتقنها، أبني بيتا وعمارا ومدارس ما أجملها. أحلامي أكثر أكثر وطموحي أكبر أكبر، يا ربي ساعدني أوصل في يوم لما أكبر. وطبيبا ذاك حلمي، أعالج من ذا يقصدني، هذا رأسي وقدمي، ذاك ضرسي طبيبا ذاك حلمي، أعالج من ذا يقصدني، هذا رأسي وقدمي، ذاك ضرسي تؤلمني. أحلامي أكثر أكثر وطموحي أكبر أكبر، يا ربي ساعدني أوصل في يوم لما أكبر. حلمي أغدو شرطيا، أحمي بلدي وناسي، أنظم سيرا في طريق بتفاني أغدو شرطيا، أحمي بلدي وناسي، أنظم سيرا في طريق بتفاني وإخلاصي. أحلامي أكثر أكثر وطموحي أكبر أكبر، يا ربي ساعدني أوصل في يوم لما أكبر. برافو برافو برافو، شكرا شكرا يا أطفال، أرجعوا لأماكنكم. شكرا شكرا أحبائي، شكرا، أرجو الأماكن تاعكم. شكرا أحبائي. الآن راح نروح مع عمو نور الدين لجنب مدينة تيارت في ألعاب الخفة. يلا تحية لعمو نور الدين. شكرا شكرا شكرا، تحية 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 لعمو نور الدين، تحية لعمو نور الدين. الآن راح نمر الفقرة جديدة أضفناها في الموسم الرابع، هي فقرة هل تعلم. راح نكتشف دركا مع ميليسا معلومة جديدة في فقرة هل تعلم. تحية تحية لميليسا، تفضلي تفضلي بنتي. يا
مساء الخير يا أطفال. هل تعلم أن المشوار الذي يقطعه الدم في مجراه كل يوم يبلغ 168 مليون ميلا؟ برافو 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 برافو. شكرا شكرا ميليسا. إذن أحبائي، الدم في جسم الإنسان خلال اليوم يقطع مسافة طويلة طويلة جدا. شوفوا يعني خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، كيف جسم الإنسان معقد وكل حاجة منظمة، كل حاجة مرتبة، يا سبحان الله. إذن أحبائي، حبوا الحكايات؟ إذن يلا معايا نحكي لكم حكاية طيور الأحلام. يلا. إذن أحبائي كما وعدتكم مقبلة هنحكي لكم حكاية طيور الأحلام. واحد النهار كانت واحد الفتاة كانت في حديقة، قاعدة هكذا وتشوف، تحب الطبيعة وتحب البيئة وكامل، وتفرج هكذا وتشوف الطيور طيور طيور، وشافت واحد السراب تاع الطيور هكذا زواوش جاو حبطوا الأرض هكذا. هي كانت بعيدة عليهم شوية، ولكن تفاجأت أنه واحد منهم تحكم في واحد الشبكة هكذا، شو سيدوه في واحد الشبكة، كان هناك فخ. كي حكموا هذاك الزوج هذاك بدأ يتخبط هكذا يتخبط، تخلعوا كاع هذوك الزوج وهربوا كامل، عاد هو في هذاك الفخ. ومن بعد هذيك الفتاة تفاجأت، شافت باللي الأنثى اللي كانت مع هذاك الزوج يعني زوجته رجعت وحدها، ما خافتش من المخاطر وهبطت لعند الزوج هذاك اللي كان في الفخ هذاك، وقعدت تقطع في الشبكة هذيك بسنانها، قطع 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 حتى سلكاته وهربوا كامل مع بعض هكذا. عمو يزيد استخلصوا من الحكاية على اليوم أنه يجب أن نكون أوفياء مع بعضنا. برافو برافو، تحية البوبي، تحية تحية. أحبائي الوفاء مهم جدا، لا فيداليتي سي تري امبورطون، الإنسان لازم يكون وفي. يا أخي أحبائي يلا أرجع لأماكنكم. إذن أحبائي كما قلت لكم مقبلة، الوفاء مهم جدا في حياتنا، يجب أن نكون أوفياء. واش رايكم دركا؟ حبيت نسمع النكت نتاعكم. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكته، تعالي بنتي تعالي، اروحي تعالي تعالي، اقعدي هنا. واسمك بنتي؟ ملاك تحماني نور الهدى. نور الهدى ملاك، وين تسكني بنتي؟ في خريسيه. في خريسيه، احكي لنا النكته تاعك بنتي. قال لك واحد الراجل حبي ينتحر، راح طلع فوق حجره باش يصوتي منها، جاء ليه واحد قال له شك حدير، قال له حنتحر، قال له مالا روح طلع فوق باطيمه وصوتي، قال له وعلاك حتقتلني. برافو برافو برافو، تعال تعال. واسمك ليدي؟ صابر. وين تكون صابر؟ في تبسة. في تبسة، قلت لي مقبلة خير الناس. حكينا نكتة تاعك وليدي. قالك مرة واحدة العجوزة راحت ركيبها وجعوها، راحت للطبيب قالت له مركيبي وجعوني، قال لها هاكي البومادة هذه دهني عليها البلاصة اللي توجع اللي طحتي عليها، راحت دهنت الدراج. برافو 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 برافو. تعال تعال أروح بعدين. واسمك بنتي؟ رانيا. رانيا، وين تسكني رانيا؟ بنجراح. بنجراح، كينا نكتة تاعك بنتي؟ عندي غنية. يلا. يا ربي يا ربي بارك لي في عمري، وفقني في درسي، واشرح دوما صدري، واملأ قلبي نورا في الدنيا والعلم، حتى ألقى فيها بالحكمة والحلم. برافو برافو برافو. شو اللي عنده نكتة؟ تعال وليدي تعال وليدي. أخوات واسمك وليدي؟ خلفي عبد القادر. عبد القادر، وين تكون عبد القادر؟ في الصمار. في الصمار، احكي لي نكتة تاعك وليدي. قال لك واحد شرى كبش ادا عند مرته، قال لها الراس نديرو بوز اللوف، ورجلين نديرهم لوبيا، والودنين نديرهم بوز شطيحة. انطق الكبش قال له صور، وبعد ديرها صوري. واش قال له بعد؟ وبعد ديرها صوغي. تعال
تعال اقعد ولدي. واسمك؟ عبد الودود. وين تكون عبد الودود؟ في براقي. في براقي، احكي لنا القصه تاعك ولدي. كان واحد الخطره، كان واحد البوليسي تزوج مع بوليسيه، كي ولدوا بيبي قا المراه قالت له واش نسموه؟ قال لها غير ما على بالي. قال لها يا اخي حنا بوليسيين. قال لها نسموه بوليسيس وخلاص. ولي؟ بوليسيس. احبائي الحقنا دورك. احبائي قعدوا الحقنا دركا الركن الرسائل. وين عمو يزيد يقرا الرسائل نتاعكم اللي تبعتوها لنا بوبي؟ عطينا الرسائل اللي جابهم لنا صديقنا سعيد البريد. وانتم يا احبائي اللي حبيتوا عمو يزيد يقرا الرسائل نتاعكم، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على الزرار اراء وملاحظات. عطيني الرسائل بوبي. شكرا شكرا شكرا. تحيه لبوبي، تحيه لبوبي. اذن الرسالة الأولى من عند جعوت وائل، 12 سنة من مدينة قلمة. قالكم أنا أحب عمو يزيد وأحب أن يزورنا في مدينة قلمة. يا جعوت وائل ابني 12 سنة، بربي إن شاء الله نزوركم في مدينة قلمة عن قريب إن شاء الله. إذن الرسالة الموالية، قمرة آدم 3 سنوات مدينة المسيلة، تحيتنا. قالك أريد المشاركة في حصة عمو يزيد لأنني أحبها. إذن آدم قمرة وليدي من المسيلة، ما عليك إلا تشارك عبر موقع الإنترنت وراح نكلموك حتما. الرسالة الموالية من عند أمينة سلال 14 سنة مدينة القليعة، قلت لكم أحبك كثيرا يا عمو يزيد وأريد المشاركة في الحصة. إذن أمينة سلال بالطبع بنتي راح تشاركي معنا وحتما راح نكلموك عبر الهاتف ولا عبر البريد الإلكتروني. الرسالة الموالية محمود حورية 10 سنوات من مدينة الجزائر، قلت لكم أنا مهتمة بالمشاركة في هذه الحصة لإعجابي بما فيها من الألغاز والألعاب المسلية. إذن حورية محمود من الجزائر العاصمة 10 سنوات، شكرا على المراسلة وسوف نتصل بك حتما. الرسالة الموالية دحمان بلال 4 سنوات من مدينة غردايا وبالضبط من مدينة متليلي. إذن قالكم أحبك كثيرا يا عمو يزيد وأريد المشاركة في الحصة. إذن دحمان بلال من متليلي ولاية غردايا، شكرا على المراسلة. عمو يزيد تاني يحبكم كامل. أحبائي عمو يزيد دائما يكون سعيد جدا لما يقرأ الرسائل تاعكم، إذن لا تترددوا في مراسلتنا. دركا الحقنا لركن الجواب عن اللغز. شيء نراه في الدقيقة مرتين ولا نراه في القرن إلا مرة واحدة. تعالي بنتي، تعالي أروحي بنتي. واسمك بنتي؟ سلمى. وين تسكني سلمى؟ في بن جراح. في بن جراح. وش هو الجواب؟ حرف القاف. حرف القاف، برافو برافو. ابقي معي أعطيه الهدية تاعها. إذن أحبائي شيء لا نراه في الدقيق نراه في الدقيقة مرتين ولا نراه في القرن إلا مرة واحدة، هو حرف القاف. إذن بنتي شركة شيبس مهبول وعمو يزيد يعطوك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها. العفو 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 بنتي. إذن أحبائي في كل مرة نستضيف طفل ولا طفلة باش يحتفل بعيد ميلاده في حصة مع عمو يزيد، واللي حب يحتفل بعيد ميلاده ما عليه إلا يرسلنا عبر البريد في صندوق بريد 42000 طوالي العاصمة بخمس قسيمات من علب حليب رامي. اليوم عندنا عيد ميلاد دحماني سامي. تعال دحماني سامي، تعال ولدي. دحماني سامي 5 سنوات، تعال ولدي. أروح. إذا سامي رسلنا بخمس قسيمات من علب حليب رامي. وين تسكن سامي؟ في خريسية. في خريسية،
الله يبارك. إذا دحماني سامي رسلنا بخمس قسيمات من علب حليب رامي، لذا راه يحتفل بعيد ميلاده معنا اليوم. إذا حنا راح نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا راح يجيبوا لنا الكاطو نتاعو. التحقوا بيا، تعالوا نغنوا له كامل أرواحه. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نغلب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نغلب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. تعالي. إذن برافو، دركا ديروا معايا العد التنازلي. إذن خمسة يلا طفي الشمعة. برافو. إذن أعطيلي الشهادة تاعو دحماني سامي. عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وانتم كامل يا أطفال كل واحد فيكم راح ياخذ شهادة كما هذه يحتفظ بها كذكرى في تصوير حصة مع عمو يزيد، وكذلك أعطيه الهدية تاعو. إذا سامي كما وعدناك رامي راعي البرنامج يعطيك هدية عيد ميلادك، إن شاء الله تستفاد بها. أعطيني ندير الشهادة لداخل هكذا، وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم الشروق تيفي في نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال، سلام. لن تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. بارك الله فيكم. عمو يزيد يلا في دي بول ترافاي، وإن شاء الله يوفقوا إن شاء الله، والترفيه لولادنا والثقافة، وإن شاء الله ربي يوفقكم وبارك الله. جيت من بودوا في حصة عمو يزيد، واليوم دعونا باش نحضروا الحصة ورانا جبناهم، ودراريهم فرحانين كي حيشاركوا مع عمو يزيد. تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد.
قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو، وسوف نهديك هدية عيد ميلادك. هيا نصفق ونغنيلو. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. شيبس مهبول قدم لكم هذا البرنامج.